مسلسل عمر هو مسلسل تاريخي تلفزيوني تم بثه لأول مرة في رمضان من عام 2012. المسلسل يحكي سيرة وحياة الخليفة المسلمين الثاني صحابي عمر بن الخطاب، وما دار فيها من أحداث ومعارك وما اشتهر عنه من صفات منذ أن كان صغيرا حتى توفي. شاهد كيف أصبح شخصيته بعد مرور 10 سنوات. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. غسان مسعود في دور أبو بكر الصديق، مواليد 20 سبتمبر 1958، عمره اليوم 64 سنة. سامر إسماعيل في دور عمر بن الخطاب، مواليد 8 يوليو 1985، عمره اليوم 37 سنة. مهيار خضور في دور خالد بن الوليد، ولد في 10 أكتوبر 1983، عمره اليوم 39 سنة. مي إسكاف في دور هند بنت عتبة، من مواليد 13 أبريل 1969، توفيت في باريس يوم الاثنين 23 يوليو عام 2018 إثر تعرضها لنوبة قلبية. برانديت حديب في دور ريحانة، من مواليد 22 نوفمبر 1969، عمرها اليوم 53 سنة. قاسم ملحو في دور عمرو بن العاص، من مواليد 5 فبراير 1968، عمره اليوم 54 سنة. فادي صبيح في دور صفوان بن أمية، ولد في 1 نوفمبر 1974، عمره اليوم 48 سنة. محمد حداقي في دور عمير بن وهب،